بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وفيرا على عظيم آلائه التي لا تعد وعلى جليل نعمه التي لا تحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهمام وعلى أهل بيته الطيبين الكرام. السلام على سيدنا وإمامنا، على قدوتنا معز المؤمنين وسيدهم المجتبى الكريم الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. السلام على أخيه وصنه الشهيد الحسين بن علي وعلى أهل بيته وأنصاره وأصحابه النجباء، ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الحضور الأفاضل، وأعظم الله لكم الأجر وتقبل الله أعمالكم. نجتمع وإياكم في مقر مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية في مجلس العزاء السنوي المقام بذكرى شهادة كريم آل محمد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وبهذه الذكرى وباسمكم جميعاً نرفع آيات العزاء إلى مقام المولى صاحب العصر وسلطان الزمان بقية الله الأعظم، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى مرجعنا المفدى سماحة السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارف، وإلى المؤمنين جميعا سألين العلي القدير أن يتقبل أعمالنا وعزاءنا ومواساتنا بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. بلاي جفوف لكن تنطب الإيد، وأنا بشباكك مكلبات يدي، تدري الخادم بهالدنيا شيريد، تدري الخادم بهالدنيا شيريد، التوفيق بخدمته وهاي هي، بس خليني عن الوادم بعيد، المهم ما أطلع من الغاضرية. نعم، كلمات شاعر جاء من مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، إنه الشاعر محمد الفاطمي، فاستقبلوه بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور جميعا بكل المقامات والذوات المحترمة، أحييكم بتحية الإسلام العطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم العزاء، وعظم الله لكم الأجر والثواب، ودائما ما تكون بهذا الجمال وبهذا العطاء مؤسسة العين، وتكون حصة كبيرة للشهداء، فسأشرككم وأشرك الشهداء بما سيقرأ من قصائد لهذه الليلة، كما وأجدد العهد مع سماحة الأب الشيخ حبيب بأننا على العهد إن شاء الله والشركاء في الأجر والثواب إلى قيام يوم الدين. هذا الأستاذ الفاضل ولا سيما الحاضرين جميعا له أثر ووقع كبير في أعماق روحي، فلا أملك سوى شراكته في الأجر والثواب، فتحية له ولكل العلماء الأفاضل ولسلامة المراجع جميعا، وتأييدا ونصرة لشعار الحسين والحسين، أتمنى منكم الصلوات على محمد وآل محمد، ولكن بأعلى وأجمل وأعذب وأنقى أصواتكم. على فراش المنية وعبر خانكته، أكو بقلب حجي والحرقة كاتلته، قبل ما تفيض روحة بآخر اللحظات، صد الكربلاء وتمتمت شفت، لا يوم كيومك يا أبو عبد الله،
نزلت دمعته وقال الغريب انت على فراش المنية وعبر خانكت اكو بقلب حكي والحرقة كاتلت قبل ما تفيض روح بآخر اللحظات صد الكربلاء وتمتمت شفت لا يوم كيومك يا ابو عبد الله. نزلت دمعته وقال الغريب انت بخيرا فاسوي باوع الوجه حسين بنظرات الأخيرة يسول فانسكت جبد تقطع من السم يا خويا تهون من شفتك بجية القلب قطعت بخيرا فاسوي باوع الوجه حسين بنظرات الأخيرة يسول فانسكت جبد تقطع من السم يا خويا تهون من شفتك بجية القلب قطعت تحط راسي على حجرك وانت راسك وين باكر ينقطع والرماح شايلت انت حزام ظهري وانت هسه وياي وجفوف ابو فاضل ظهري لازمت وباكر ينكسر ظهرك على العباس وباكر تلقى شف الخيل ساحكت وكو نظرة نخادم أخيرا فاسوي باوع الوجه حسين الوجه حسين. نزلت دمعته وقال الغريب انت تحط راسي على حجرك وانت راسك وين باكر ينقطع ورماح شايلت انت حزام ظهري وانت هسه وياي وجفوف ابو فاضل ظهري لازمت وباكر ينكسر ظهرك على العباس باكر تلقى شف الخيل ساحكت وكنظرة كأن للقاسم يوصيه يا ابن تحامي عن عمك وعايلت وبالنظرة الأخيرة استهضم العباس لأن عاين الشفة وعاين على أخت. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لخادم سيد الشهداء الشاعر الموفق محمد الفاطمي على هذه الكلمات الطيبة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مقهورون قد ظلموا مشردون نفوا من عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر حضورنا المفجوع بإمامه المجتبى عليه السلام. وصلنا وإياكم إلى مجلس العزاء والحزن والأسى والجزع حيث يرتقي المنبر فضيلة الشيخ حبيب الكاظمي دامت بركاته وإليه الرادود الحسيني الملا عمار الكناني. فصلوا على محمد وآل محمد. ما الذي جاء بكم إلى هذا المكان سوى إحياء ذكر كريم أهل البيت الذي قلما يذكر حقيقة؟ إمامنا مظلوم غريب في حياته، كان غريبا بعد مماته ذكره. على كل حال مجلسنا الليلة إن شاء الله بعد هذه الدمعة الغزيرة لشاعرنا الملهم زاده الله توفيقا، أعتقد بعد هذه الدمعة إن شاء الله لا تبقى حاجة إلا وقد قضيت. نعم طبعا حوائجنا كثيرة ومهمة، ولكن لا ترقى إلى مستوى طلب الفرج لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إن كان هنالك مكان يلفت نظر الإمام هذه المجالس، الإمام عينه على الناطحات على الصحاري والبراري، عينه على مجالس ذكر آبائه وأجداده. والمعنية الثانية الليلة بعد الإمام الزهراء صلوات الله عليها، هذه التي عينها على مجالس أولادها
على الأقل الحسنين الولدين المباشرين. وما ذكره الشاعر الملهم في قضية هذه السيدة الجليلة حقيقة، إذا أنتم بكيتم فكيف بالمعزة صاحب المناسبة؟ قطعا الإمام في هذين الشهرين مصائبه كثيرة، يكفي هذه الديباجة، إن شاء الله هذه الدمعة تبقى ذخيرة لكم إلى يوم القيامة. لو علم الناس قدر هذه الدموع لتسابقوا لهذه المجالس وتقاتلوا عليها. المهم حديثنا الليلة، الوقت ليس فيه متسع، إن شاء الله الأخ الرادود الموفق أيضا يعيشنا أجواء العزاء. حديث هذه الليلة أيضا لا أفوت الفرصة، البكاء جيد، العبرة جيد، العبرة أيضا ضرورية. قسمت حديثي الليلة إلى شطرين حتى تكونوا معي. الشطر الأول في مناقب إمامنا أبي محمد صلوات الله عليه وسيرته المباركة، بعض مواقفه خافية خفية حتى عن الموالين. ثم عندي كلام حول التأسي، نتأسى بالإمام المجتبى في أي ناحية، هذا الفصلان لحديثنا الليلة. أما بعض سيرته، أنا دائما أقول لإخواني في حياة الأئمة عليهم السلام جيد قراءة الكرامات الفضائل النصوص على إمامته، ولكن ابحثوا عن مكارم أخلاقه. رحم الله صاحب البحار، في كل معصوم يفتح بابا باسم مكارم أخلاقه، هذا الذي يتأسى به. عظمة الإمام في محلها، أنا ماذا أعمل؟ اقرأ مكارم أخلاق ذلك المعصوم. نحن نقول الإمام المجتبى أحدنا يهتز حبا وشوقا، ولكن في يوم من الأيام رأى شاميا، طبعا تلك الأيام الشام مظهر البغض لعلي وأولاده، رأى شاميا يشتم يلعن إمام زمانه واقعا وإن لم يعلم بذلك. الإمام سلم عليه وضحك، أراد بهذه الابتسامة أن يمتص منه هذه الحالة العدائية، ثم قال له: أيها الشيخ أظنك غريبا. حمله على الأحسن: لعلك لا تعرفني، ولعلك مشتبه تريد أن تلعن غيري ولعنتني. طبعا من السياق يعلم أن هذا الشامي يقصد الإمام الحسن، الإمام يلقنه العذر يلقنه الحجة. انظروا إلى أدب الإمام صلوات الله عليه. ثم قال: نعم، يعني لو تريد مساعدة ساعدناك. قال: فلو حولت رحلك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك، جاء من الشام للمدينة لا مأوى له، قال: تعال إلى منزلنا. ما هذا الخلق العظيم، سياسة الدفع بالتي هي أحسن. وإذا به هذا الشامي اللاعن يبكي ويقول: أشهد أنك خليفة الله في أرضه. هذه سيرته. إذا ذهبت إلى أرض البقيع إن شاء الله قريبا في عمرة أو حجة، قف أمام قبر الإمام وقل: يا مولاي أنا مسلم عليك، أنا الذي بكيت الليل على مصيبتك. نعم، لا تعاملني بأقل من هذا الشامي المبغض. نعم، الإمام هو الإمام، الكريم هو الكريم، يقال كريم أهل البيت، هذه صفة متميزة في إمامنا أبي محمد صلوات الله عليه. جوادهم الإمام محمد الجواد، وكريمهم الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أحدهم، أنقل لكم صور سريعة، هذه نعم كأنها صور فنية
تلامس الأرواح. أنا أقرأ أقول هذه الروايات للتأسي لا للاستماع المجرد، التأسي هو المهم. لعل بعض هذه الصفات إذا تأسيت بها تقلب كيانك. أحدهم قال له فلانا يقع فيك يقتابك، فقال صلوات الله عليه ألقيتني في تعب. الآن صار علي تكليف، ما هو التكليف؟ أن أستغفر الله لي وله، أستغفر الله لي وله، يعني هذا المغتاب سوف أستغفر الله عز وجل. أيضا سياسة الدفع بالأحسن. هناك رواية عاطفية أيضا أتذكرها في البقيع. إخواني بعض الحركات العاطفية لعلها تغنيك عن زيارة مفصلة. كلمة، أحد الأشخاص جاء من بلاد بعيدة، لا بأس، بين قوسين انظروا إلى الذوق إلى العاطفة، جاء من بلاد بعيدة لزيارة الحسين عليه السلام. اختصر هذا الشخص الزيارة بكلمة، وقف أمام الضريح وقال إني أحبك، انتهى الموضوع. لا مقدمات لا مؤخرات لا صلاة زيارة، إني أحبك. هذه الكلمة كم تقع في قلب المولى صلوات الله عليه. الشاهد، جاءت جارية بطاقة ريحان بوردة، طاقة ريحان بوردة. الإمام قال أنت حرة لوجه الله. أمنية الأمة، أمنية الغلام، أمنية العبد أن يتحرر في هذه الدنيا. الإمام قال أنت حرة، يبدو جارية له، يعني قيل للإمام تعتق جارية بطاقة ريحان، القضية لا نسبة فيها. وإذا بالإمام يقول ويعنى كلامه أريد أن أعمل بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. إذا ذهبت إلى زيارة المعصوم قل يا مولاي عاملني معاملة الجارية، أعتقني. أعتقتها من العتق الظاهري، وأنا أسير الهوى، وأنا أسير الأنا، وأنا أسير الذات. النظرة التي نظرت بها إلى الجارية انظر إلي، ما المانع؟ الإمام يستجيب لك. كم من الذين ذهبوا لزيارة المعصومين أسراء الذات والهوى رجعوا أمثال الحر، أمثال فضيل، أمثال بشر الحافي. هؤلاء أعتقهم المولى. عول على هذه النظرة. أنا يقيني، جهدي، حوزتي، مجاهدتي، دراستي إلى أين توصلني؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، لاتبعتم الشيطان. في آية أخرى هؤلاء هم العروة الوثقى. هذه الليلة أنا لا أعلم الغيب، هذا الجمع المبارك نساء رجالا في الساحة ممتلئة. هذه الليلة إن شاء الله هذه النظرة الولائية تشملكم جميعا، ترجعون إلى بيوتكم وأنتم كالجارية. قد اعتق الله تعالى رقابكم من غضبه ومن النار. هذه أيضا موقف من مواقف إمامنا المجتبى صلوات الله عليه. تحب الإمام المجتبى، اجعل في حياتك هكذا ذكرى. كم تدخل المساجد للصلاة، خاصة أئمة الجماعة. هذا الدعاء مروي عن الإمام الحسن، إذا دخلت المسجد بنية الإمام المجتبى قل إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. هذا ذكرى للإمام المجتبى عند دخول المسجد، هذه أيضا من سيرته. إمامنا الصادق يصف حال جده الإمام الحسن عليه السلام
الأئمة ينتسبون للإمام المجتبى من خلال ابنته، أيضا يقال أبناء الإمام الحسن للعم، هؤلاء من ذريته. الإمام كونوا معي، الإمام عندما يصف يعرف كيف يصف. الإمام الصادق حفيده المعصوم يقول: ما ذكر العرض، نعم ما ذكر العرض إلا شهق شهقة يغشى عليه منها. هذه معرفتهم بالمقامات. يأتون إلى الزهراء يقولون: علي قد مات، يرون فاطمة لا تحرك ساكنا، موت علي. هي تعلم أن هذه الغشوة التي تعتري أمير المؤمنين في ظلام الليل هي الغشوة التي تعتري الإمام المجتبى، هي الغشوة التي، لا أدري هذه الكلمة ماذا تفعل بقلوبكم، أعتقد أن هذه الغشية أيضا غشية على الحسين وهو في مقتله، لا أستبعد هذه الغشوة. ولهذا هذا الذي جعله يتحمل منظر الهجوم على خيام عائلته. نعم تعرفون جميعا مناجاته في اللحظات الأخيرة: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك. تخيل إمامكم السجاد عليه السلام وهو في الأسر، أخي الكريم بين صورة الأغلال، إمامنا المجتبى إمامنا السجاد لعله كان يقرأ المناجيات 15 حتى يغشى عليه. هذه الغشوة متعارفة في سيرة الأئمة عليهم السلام. هذا هو إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. حركة طريفة، أنهي الملف الأول أنتقل الملف الثاني. كان في السابعة من عمره طفل صغير يذهب إلى مسجد النبي يسمع كلام جده، الوحي ينزل على جده، يأتي إلى المنزل لينقل الوحي إلى الزهراء صلوات الله عليها، ناقل الوحي بين النبي وبين أمه. أمير المؤمنين في موقف من المواقف أراد أن يسمع ماذا يقول المجتبى بعد أن يرجع من المسجد، اختبأ في زاوية. دخل الإمام المجتبى عند أمه لم يذكر شيئا، قال: نعم قل بياني يا أمه وكل لساني، لعل سيدا يرعاني. عرف أن أباه يسمعه. كل بياني، مع وجود أمير المؤمنين كل بياني. عائلة متكاملة، لهم قصصهم لهم أمورهم. وأخيرا إمامنا المجتبى كريم أهل البيت كان معروفا بالجمال، كان جميلا، صوته كان جميلا. هذا النص أقرأه لكم: كان يبسط على باب داره، يجلس على باب الدار حتى تنقطع المارة وهم ينظرون إلى جمال المجتبى صلوات الله عليه. ولكن ما هذه الظلامة، زوجته تشارك في قتلها كذا وجود مبارك. لا أدري ما هذا القدر، ما هذا المصير. واقعا سيرته مبكية، أصحابه خذلوه، طعنوه بخنجر في خاصرته، كانوا يسمونه يسلمون عليه: أنا لساني لا يطاوعني. كيف كانوا يخاطبون الإمام الحسن بكلمات لا تليق به. زوجته قاتلته، جنازته غريبة، يراد أن يدفن بجنب النبي وإذا بالسهام تتوالى على جسده على جنازته. نقرأ في الزيارة: والشهيد قد شكت بالسهام أكفانه والإمام الحسين ينظر. حياة ممزوجة بالمآسي. ولهذا التوسل بالإمام المجتبى له أثره.
البكاء على ظلامته، هذا المقدار من الظلامة عظيمة جدا تكفي ويكفي. أختم الملف لولا الوجوه المتأملة ما أطلت في الحديث. مجلسنا عبادة كأنها ليلة من ليالي القدر. المهم هذه الكلمة أيضا أقولها، الإمام الحسين مقامه عظيم، ولكن يكفي الإمام الحسن فخرا يصلي وله مأموم كالحسين كالعباس، يصلون خلفه يجلسون تحت منبره وهو إمامهم إمام زمانه، إمامته نافذة على الإمام الحسين عليه السلام. نعم لكل إمام نعم منصبه في زمانه مع وجود ولده أو أخيه. نكتفي بهذا المقدار. أما الملف الثاني أيضا وهو مهم إخواني، طبعا هذا الملف يحتاج إلى بسط، ولكن أريد هذه الليلة أن نتأسى بالإمام المجتبى في هذه الصفة، كلنا محتاجون إليها. اليوم كنت مدعوا للإرشاد الأسري للعتبة المباركة في فرع بغداد، الشكاوى حول العلاقات الأسرية، العنف، الغضب، الكلام، هدم الأسر إلى آخره، وما أدراك ما الأسرة التي تبتلى بالهدم، هذا العش إذا تلاشى يتلاشى كل شيء. المهم سياسة الدفع بالتي هي أحسن. القارئ الكريم إذا التفتتم إلى تلاوته ختمها بقوله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، بينك وبين الزوجة عداوة، اختلاف جزئي هذه الليلة لم تصل لحل العداوة لحد العداوة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك. الشاهد في الختام القارئ ختمها ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا رأيت نفسك حليما أمام الزوجة أمام الغير أنت ذو حظ عظيم بشهادة القرآن الكريم. الآن ما هي الآليات؟ الآن تقول نعم أريد أن أكون هكذا، ما هو الطريق؟ ألخص لكم الآليات والتوصيات. الكلام الأخلاقي يتبخر، أما الكلام الآلي الآلياتي يبقى. أولا لا تعر، لا تعطي وزنا للكلام، الكلام حركة اللسان والأوتار لا تكشف عن الواقع، هذا الكلام إذا كشف عن واقع له قيمة. الصك بلا توقيع ترميه في المزبلة، صك بالملايين لم يوقع عليه ما قيمة هذا الصك؟ هذا المنديل الورقي فائدته أكثر من إذا وقع تأخذ الملايين من المصرف. إنسان يتكلم عليك يتجاسر عليك، أحد المراجع التقليد الكبار سمعت عنه موقف جميل، يقول قيل له الناس تتكلم عليك، تعرفون لا يسلم أحد من ألسنة الناس، يقال موسى اشتكى إلى الله عز وجل اقطع ألسنة الناس عني، قال ذلك ما جعلته لنفسي، الناس تتكلم علي أنت بشر. المهم هذا المرجع قيل له هناك لغط هناك كلام هنالك نقد، قال هذا لا يهمني، الكلام هواء، الهواء لا يوجع ولكن لا يضربوني، الضرب يوجع، الأمر إذا وصل للضرب نعم وإلا الكلام ما وزنه. بالله عليكم وعليكن الأخوات والإخوة، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة لا يرى للكلام وزنا إلا إذا كشف عن الواقع، هذا الزوجة تتأثر من كلام الزوج،
الزوج يتأثر من كلام الزوجة، كلام كما يقال زوبعة في فنجان المثل العربي، دعها تفضفض تفرغ ما في جوفها، لا تعمل مصيبة على كلمة عابرة يصبح الصباح وإذا هي نادمة بل ناسية لما قالت. إذن لا تعطي وزنا للكلام الغير. والثاني، ارفع من مستوى اهتمامك، قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا، من يصبح ويمسي همه في آخرته في رضا ربه، عينه على القيل والقال، عينه على كلام الأغيار، عينه على كلام البطالين، دعه يتكلم إلى أن يموت. عش همك، اشغل بالك فيما خلقت لأجله، ما لك والكلام. الانشغال بالهموم الكبرى، الأمة التي تربي أولادها ليكونوا أنصارا لولي الأمر، هذه تلتفت إلى كلام الجيران والزوج والأهل والعشيرة، هي في شغل شاغل. نعم، هذا أيضا من موجبات المقاومة والوقاية. وأخيرا، سياسة الموازنة، الإنسان يتحمل الأسوأ، يتحمل السيء دفعا للأسوأ، هكذا السياسة الجارية في الحياة. أقول بأنه هذه الذرية التي بين يديك لا تجعل شرخا في هذه الذرية، لا تشرد الأولاد، لا تجعلهم يتعقدون من الدين والإيمان لأجل خلاف بينك وبين من هو في المنزل. الذرية التي تتربى في مثل هذا الجو في معرض الخطر الأكيد. وأخيرا أختمه مقدمة للتوسل، سأل الله عز وجل أن يوسع من قابليتك. اذهب لزيارة الحسين عليه السلام، الحسين بحر وبيدك فنجان يعطيك بمقدار إنائك. الحسين بحر، اذهب واعمل بحيرة وصل بحيرتك ببحر الحسين عليه السلام. نعم، البعض يسأل هل الله يمكنه أن يجعل الكون في بيضة؟ هو ليس بعاجز، البيضة لا تتحمل. وسع البيضة، نعم ممكن. عندما تذهب لزيارة الجوادين، زيارة العسكريين، الحسين عليه السلام، قل يا مولاي وسع من قابليتي، القلوب أوعية أحسنها أوعاها. الوعاء الكبير، أنت ارمي حجرا في المحيط لا ترى له أثرا. نعم، ارمي حصى في حوض الماء وإذا به يتزلزل الماء يفيض من، كن كالبحر الذي لا تؤلم من، كالجبل الراسخ لا تزعزعه العواصف. هذا أيضا الدرس العملي. إذن ما الملخص؟ ذكرنا فضائل المجتبى عليه السلام، ذكرنا التأسي بهذا الصبر الحسني. الملخص هذه الليلة، عاهد الله عز وجل بإزالة هذه الصفة. أنا لا أدري ما في قلوبكم، الناس أسرار، إن كان في قلبك ميل إلى الغضب، إنسان سريع الغضب، توسل هذه الليلة بصاحب المناسبة، قل يا مولاي اجعل لي شبيها لك في هذا المعنى. وفي القرآن الكريم دعاء مناسب، ربنا أفرغ علينا صبرا، من لا صبر له رب العالمين يفرغ عليه، ربنا لا تزغ قلوبنا هو الهادي إلى آخره. إذا أراد رب العالمين أن يحميك، أن يرفعك، أن يكملك، يده مبسوطة يفعل في عباده ما يشاء. انتهى حديثي لهذه الليلة.
أنا واقعا عندما أزور البقيع، أمة البقيع، وأقف على قبر الإمام المجتبى، كل هذه الصور في بعض الأوقات تأتي في بالي. هنيئا الإنسان يتخيل المصيبة فتجري دمعته. أنا لماذا أكبر هذا الشعر؟ الأخ قال شعرا، الشعر يثير الخيال، الخيال ينتقل إلى القلب فتجري الدمعة. نعم، الإنسان بإمكانه أن بالتخيل. ولهذا اسمحوا لي بكلمة أخيرة، هنالك رواية أن العين التي تذكر الله خاليا ففاضت، في جوف الليل تقوم تذكر الله عز وجل تجري دمعتك. قياسا، إذا في ليلة من الليالي قمت من النوم وتذكرت هذه السيدة الجليلة وجرت دمعتك، هذا المجلس من أرقى المجالس. نعم، في جوف الليل تذكر الله تارة وتذكر الحسين تارة، عين ولائية وعين توحيدية. هذه العين رب العالمين يباهي به الملائكة. إمامنا المجتبى في اللحظات الأخيرة من عمره، الحسين عليه السلام ينظر إليه وهو يلفظ ما في جوفه دما عبيطا. نعم، امتلأ الطشت من الدم. زينب تنظر إلى ذلك الطشت، الحسين يبكي. ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ يقول أبكي لما أنت فيه. وإذا بالإمام يقول قولته المعروفة: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذه السيدة كم تتحمل؟ أقول يا مولاتي لا أدري هذا الطشت كان أكثر إيلاما لقلبك أم ذلك الطشت. أي طشت؟ عندما نظرت وإذا بها ترى رأس أخيها في ذلك الطشت، اللعين آخذ بخيزرانة وينكت بها ثنايا أبي عبد الله. البعض من المحققين يقول أخذ يضرب بها حتى تكسرت ثنايا. أرجو أن لا يكون هذا النقل صحيحا، لو كان صحيحا أنتم بكيت لها، فما بال النساء، فما بال الزينب وهي تنظر إلى رأس أخيها بهذه الحالة. أنا تارا ترى الرأس في ذلك الطشت، وتارة تراه على رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا، ويتمايل معه قلب الزينب. يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. لسان حالها أخي يا حسين، نحن الكبار نتحمل، أما فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب. كلمة أخيرة أقولها، نأخذ دمعة أخيرة ثم نقيم عزاءه. نعم، هذا الرأس كان يتمايل يمينا وشمالا، ولكن في مرحلة من المراحل طلبوا من حامل الرأس أن يرفع الرأس عاليا. لما؟ قالت: لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي. يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة،
وأنت جالس في مكانك ارفع يديك إلى السماء، نطلب من الله عز وجل فرج إمام زماننا بهذه الدمعة المبارك. نلهج جميعا بدعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. ضمانا للإجابة نختمها بوقفة عبادية، ارفع يديك إلى السماء عاليا إن شاء الله لا ترد في الخبر، إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا مدت إليه. ارفع يديك إلى الله عز وجل يردها مليئة. يا الله 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 يا الله. أيضا لإجابة الدعوات 3 مرات ونختم المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعايا؟ أجركم الله يا شيعة يا موالين حسين يا حسين. على قعدتك بارك الله بيك حسين يا حسين. ظليت يلب ظلك علي سنين، ظليت خويا خويا يلي بظلك علي سنين، خويا ظليت خويا تهت وبدون خوت بلين، خبرك يا علي بهاليوم يا علي، ظليت أدير بناظر وما حد لي عدك ولا لزينب مولاتي، أدير بناظري وما حد، أي ما شاء الله ما حد إليه. يا عون يا عون يا جعفر صحت عباس، يا عون يا عون يا بعد أهل متى النيام، يا خلص بعد يا عون يا عون يا عون، خويا عذرتك وانا عن ناقص بين
عذرتكم وانا عن ناقه اي ما شاء الله سبيه ويا حسبالي عدل وانا اعتنيتك اشوب اللحد يا ابن امي لقيتك وصلوا الى قبر الحسين سوت تعزيه زينب مولاتي قالت ترجع الماء تكون البواج ترجع الماء كون البواج ترجع الماء انا لقضي العمر يا حسين ونا الرباب رمت بنفسها على قبر الحسين قالت لا سولف لعلى ابني يا ابو اليمة من صاب السهم هم صاح يمه دل الله يا الولد يا ابني يا منحور دل الله والسهم بالرقبة منحور يما دل الله يما دل الله هذه ليلة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العاقبة إن شاء الله ويحفظكم جميعا يحفظ خدمة الحسين لا سيما سماحة الأب المربي سماحة الشيخ حبيب الكاظم يا الله يحفظه وكل علمائنا وكل مشايخنا الأعزاء هنيئا للي شارك بعزاء الحسن المظلوم الله يبارك فيكم صلوا على محمد وآل محمد يمتى نذبح الوحش ونسوي لك صحن يمتى قطعة نكتب من هنا قبر الحسن يمتى يمتى إلهي إن شاء الله آمين إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله تبارك وتعالى يمتى نذبح الوحش ونسوي لك صحن يمتى قطعا نكتب من هنا قبر الحسن يمتى يمتى تسمع من المستهل مرتين وأسمع منك بارك الله فيك جزاك الله خير جزاء المحسنين يمتى نذبح الوحش ونسوي لك صحن يمتى قطعا نكتب من هنا قبر الحسن يمتى يا الله يمتى نذبح الوحش ونسوي لك ما شاء الله يمتى قطعا نكتب من هنا قبر الحسن يمتى 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 نذبح الوحشة ونسوي لك صحن يمتى قطعا نكتب من هنا قبر الحسن يمتى راح اسكت انا يلا ابويا ابو حيدر حبيبي هلا بخدام الحسين هلا بيهم ابويا اخواننا من البحرين على راسي هلا بخدام الحسين يمتى قطعا نكتب من يمتى يمتى يا سبط النبي وروح الزكية يمتى يا سبط النبي وروح الزكية نعتنيك أفواج من الكاظمين
يا نعتني كفواج من يا نوقف على الباب ونأدي التحية وبالدميع نقرأ الزيارة الحسنية وبالدميع نقرأ الزيارة فدوا صوتكم يمتى والجدام الحاضرتك يسابقين قطعة قطعة نكتب من هنا قبر الحد يمتى انت الرادود فدوا صوتك ويلك صحة يمتى يمتى يا الوالي تخفي جروحي لسنين يمتى يا الوالي تخفي جروحي لسنين وبحضورتك تجتمع كل المحبين تملي كل العين رايات الموالين حاضرين وداعتك خدام الحسين حاضرين وداعتك يمتى علي رايات العزائر افرفين يمتى قطعا اكتب من هنا قبر الحسن يمتى يمتى قبر الحسن يمتى شاعر الموفق سيد علي الموسوي والله حسرة وشوق بينا للزيارة قولها والله حسرة وشوق بينا والله 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 حسرة وشوق بينا يمتى ويا المهد تلفيك الحيارة هذي ولدك يا الحسن كلهم غيارة هذي ولدك يا الحسن كلهم غيارة إلا يبنوا لك منارة بصاف منارة اللهم عجل يمتى يا ولينا ويشهد علينا الزمان يمتى قطعا نكتب من شرفتونا على راسي يمتى جواب يمتى يمتى
الله يا الله يا الله بكريم أهل البيت الحسن المجتبى اقضي حوائج الجميع يا الله شافي وعافي جميع المرضى على الخصوص من أوصانا وأوصاكم بالدعاء يا الله الحاضرون فردا فردا السامعون اللهم بكريم أهل البيت اقضي حوائجهم جميعا للدنيا والآخرة يا الله إلهي بكريم أهل البيت احفظ زوار الحسين وارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا الله اللهم وفقنا لخدمة الحسين ووفقنا لخدمة زوار الحسين يا الله ارزق من ليس لديه الذرية ذرية صالحة يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من خيار أنصاره يا الله إلى أرواح أمواتكم جميعا خدمة الحسين أموات المؤسسين لهذا العزاء أموات الحاضرين لشرف مولاي صاحب الذكرى الإمام الحسن المجتبى نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة ثلاثا بأعلى أصواتكم على محمد وآل محمد.